أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان يمكن أن الله تعالى يرى في المنام، فكيف أعرف أن الذي رأيته هو الله تعالى حقيقة، فربما كان شيطانا متمثلا لي؟ لأنك ما تدري، جاهل. ما لو كنت تعرف صفات الله وعظمة الله عز وجل وعندك علم، ربما يكون الرؤية صحيحة. أما أنك جاهل، يمكن يجيك أي شيطان ويقول لك أنا الله، مثل ما قال لعبد القادر. نعم.